أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے. پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو قائم کرو نماز. بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض اوقات مقررہ کے ساتھ. Then when you have finished the prayer, then remember Allah standing and sitting down and lying on your sides. Then when you are in safety, then establish prayer. Indeed, the prayer is on the believers, enjoined at fixed hours.